هذه يعني نصل الى جزء معين فيما حضرتك ذكرته حاليا، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني قال واذا يعني واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فقال لك اذا دعان، يعني اذا يعني يبقى هو ما بيدعيش صح عشان كده لا يستجاب لي. اذا دعان يبقى انت لازم ترتب الدعاء بشكل صحيح. يعني مثلا لو انت ذكرت ان انت عايز رزق فتقول يا باسط فيأتيك الرزق، فتحل عليك طاقة البسط، فتفكر في مدارك معينة لفتح أفكار معينة لأن أنا أجيب بها رزق بشكل أو بآخر فيجيني الرزق. كلام فاضي. فدي عملية الدعاء. كلام فاضي طبعا، خرافات وخزعبلات. نعم. لم يتكلم أحد من العلماء عن شيء من هذا على الإطلاق. ما سمعنا عالما جليلا ولا صاحب مذهب فقهي معتبر قال لابد أن أفعل مثل هذا، أن أنا أدعو الله لابد أن أقول يا باسط، وأن أنا أفتح مدارك الطاقة لدي، وأن أنا أستلهم ثم بعد ذلك أدعو. طب وعوام الناس الذين يدعون ربهم والأولياء الأخفياء الذين لو أقسم أحدهم على الله لأبر رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر، لم يتعلم شيئا على علم الطاقة. علم الطاقة ده مبحث فلسفي اساسا لا وجود له في 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 ارض الحقيقه. نعم. ده بحث عن وهم، نحن نبيع للناس اوهاما. ولا ان انا اشغل العقل الباطن، فالعقل الباطن طب هو... كويس ان فكرتيني بالعقل الباطن. نعم. سمعتي او قراتي عن حاجه اسمها الباطنيه؟ ايام الدوله العباسيه كان في فكره كده موجوده في الفرس اسمها الدوله الباطنيه او الفكر الباطني، اللي هي الحركه الشعوبيه. تماما. الفكر الباطني، حركة اسمها الباطنية، حركة مرادفة للزندقة، تنكر الإسلام قولا وعملا وفعلا، هي قائمة على إعمال العقول. ولذلك فكرة أو علم الطاقة في الحقيقة الذي يقولون عنه هو علم ينتسب إلى بعض الديانات الوثنية القديمة. وهذا كلام معروف. نيجي إحنا بقى نلبس على الناس بثوب ديني ونقول يا سيدي لو سمحت وسؤال واحد، هل الطاقة هنا معناها الطاقة الإيمانية؟ لو الطاقة الإيمانية أقول لك شكرا أتفق معك. تحياتي واحترامي لك، يدي في يدك. نعم. طاقة إيمانية، في طاقة إيمانية. نعم. لكن تقول لي لا مش طاقة إيمانية مطلقا. طب طاقة قرآنية ولا قرآنية؟ طب طاقة دينية ولا دينية؟ طب طاقة فيزيائية ولا فيزيائية؟ طب طاقة نشاط وحيوية وجهد؟ أنا راجل عندي طاقة وروحانية، عندي طاقة. أيوة. ولا طاقة حتى روحانية ولا روحية تماما ولا طاقة حيوية. طاقة ايه؟ يقول لك طاقة كونية موجودة في الكون. من اين موجودة في... ولماذا لم يخبر عنها ربنا سبحانه وتعالى؟ ثم طاقة كونية تدخلها معنا في العبادات، بمعنى ان العبادة لن تكون مقبولة الا بسر الطاقة الكونية. لا تدي وثنيات، اسف، غير مقبولة ولا نقبلها على الاطلاق. واقول للناس لا تنخدعوا بمثل هذه النظريات الوهمية وهذه الضلالات الفكرية. يعني حضرتك ردك على كل ما واضح ان هو لا يوجد. يعني انت ترى ان علم الطاقه ليس له علاقه بالشرع والشريعه والقران والسنه. يا استاذه هو لا يعترف لا بالطاقه الايمانيه ولا بالطاقه الروحيه ولا بالطاقه الدينيه ولا يعترف باي انواع من هذه الطاقات. نعم. سؤال، من اين جئت بهذا العلم؟ انا لا ادري. ثم تتكلم بهذا العلم عن الدين وتقول بان الدعاء لا يستجاب الا عن طريق الطاقه التي تزعمها. نعم. آسف، ده تكذيب للقرآن الكريم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، خلصت. ادعوا ربكم تضرعا وخوفيا. نعم. لم نقرأ شيئا، لم نتعلم شيئا. نعم. احنا درسنا في الأزهر وتعلمنا فيه، ما قرأنا هذا وما تكلم أحد بمثل هذا العلم. ده تقريبا بيتحدث عنه تقريبا وليد 5 سنوات 10 سنوات على الأكثرية. ليس أكثر من ذلك. حاجات دخيلة على الناس، أفكار دخيلة، وهي في الحقيقة عبارة عن أفكار وثنية لبعض الديانات الوثنية القديمة.